ومتابعي الاهلي ليله وقناه الاهلي في كل مكان، اكيد في البدايه بنقول هارد لك للنادي الاهلي. النهارده يمكن الجيم كان سهل، لكن الظروف المحيطه بفريق النادي الاهلي اللي بناكد عليها، وايضا كمان حاله الطقس. ابدا معاك بحاله الطقس ودرجه الحراره والرطوبه العاليه جدا مستر مارت لاسارتي عقب انتهاء هذه المباراه وحضوره المؤتمر الصحفي. يمكن احد الصحفيين وجه له هذا السؤال، قال مستر مارتن شايف النهارده النادي الاهلي ما اداش الاداء المطلوب، بيفوز 5-0 في المباراه الاولى، المباراه الثانيه بيهزم على ملعب سيمبا، شايف الجو كان ليه تاثير على فريق النادي الاهلي؟ الراجل يمكن اكد قال من الواضح ان الشوط الثاني اللعيبه كان بان عليها الاجهاد بشكل كبير، لكن اكد ايضا كمان مستر مارتن قال خلاص المباراه انتهت، فريق النادي الاهلي النهارده ما كانش موفق، مبروك لنادي سيمبا، لسه المشوار طويل، ولسه ايضا النادي الاهلي لديه مباراتين، مباراه فيتا كلاب الكونغولي ثم شبيبه الثوره الجزائري اللي هتكون في القاهره، لسه المشوار طويل في البطوله الافريقيه. لكن من الواضح النهارده ان بعض اللعيبه يمكن كانت اوت اوف فورم زي ما بنقول، ما كانتش مركزه بشكل كبير جدا. النهارده كمان ارضيه الملعب كانت جيده، يعني تقدر تساعد اللعيبه على الجمل التكتيكيه اللي بيحاول مستر مارتن والجهاز الفني تنفيذها بشكل مستمر في التدريبات، لكن خلاص لابد يكون في غلق تام لهذه الصفحه. النادي الاهلي سيعود غدا ان شاء الله الى القاهره، سيلتحم بمباريات الدوري العام يوم 16، عندنا مباراه مهمه جدا اكيد طبعا، كمان الناس عايزه تطمن على العوده كمان ورحله العوده لفريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي. الساعه 5:30 صباح يوم 13 هتكون بالفعل تتوجه بعثه النادي الاهلي برئاسه المهندس خالد مرتجي الى القاهره، لكن يمكن هيكون في ترانزيت ساعه في نيروبي، ومباشره بعد الترانزيت تتوجه الطائره مباشره الى القاهره. هنصل ان شاء الله في تمام الساعه 11:30 بتوقيت القاهره الى مطار القاهره باذن الله. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يطلع من هذه المباراه، ويقدر مستر مارتن والكابتن سيد يتكلم مع اللعيبه بشكل مستمر. يمكن واضح حزن كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، وده اللي كان واضح عقب انتهاء هذه المباراه، لان المباراه كانت في المتناول، وكان التركيز الشديد اللي شايفينه في معسكر فريق النادي الاهلي والتحفيز المستمر من مستر مارتن والجهاز الفني بالكامل كان ليه مردود. وكنا متوقعين النهارده ان النادي الاهلي هيعود من هنا بنقاط هتفيده جدا في مشوار البطوله الافريقيه، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله المباريات القادمه المتلاحمه والمتتاليه ان شاء الله تكون كلها من نصيب النادي الاهلي، سواء في البطوله الافريقيه وايضا كمان في بطوله الدوري العام. الحاله زي ما باكد زميلي عمر حاله حزن اكيد طالت كافه اللاعبين والجهاز الفني، لكن خلاص غلق الصفحه لابد يكون من هذه الدقيقه وعقب انتهاء المباراه مباشره للاستعداد ان شاء الله لمباراه بطوله الدوري العام. لسه مباراه الدوري العام فيها مباريات عديده، البطوله الافريقيه لسه مباريات عديده، ان شاء الله النادي الاهلي في كل المباريات القادمه يكون التوفيق حليفه، ويستمر ايضا كمان في حصد نقاط كل المباريات في البطوله الافريقيه وفي بطوله الدوري العام. عوده ليك زميلي عمر.